بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساءكم بكل خير محبي رجب العطار في كل مكان في مصر والصين والشيشان. النهارده يا جماعه هنتكلم على موضوع جديد خالص، موضوع غريب شويه. اللحمه يا جماعه اتجننت، واللحمه اتسعرت ووصلت لحد 170 جنيه و180 جنيه و300 جنيه في الاماكن الرخيصه. احنا هنتكلم النهارده عن الريف اللي هو مش لاقي ياكل، الناس اللي مش تعبانه الجعانه. معنا نقيب الجزارين الاخ مهدي، ايه رايك في اسعار اللحمه؟ لا بصراحه اللحمه بقى غاليه قوي، والناس هتجيب منين تجيب لحمه؟ يا اصلا في حد بياكل لحمه؟ طب وانت رايك ايه؟ رايي اللي رايي، الناس حرام. طيب الحل فين؟ انت نفسك بتقول مش عندي. بص، الحل نسال الناس في الشارع. نسال الناس. بس يلا. معنا نخش وندخل مقاهي قهوة رجب العطار، مشهورة أشهر من شاي العروسة في كل مكان. هنخش ناخد رأي الجمهور ورأي الناس عشان ما يقولش الكلام ده فيه محايدة. رأي الناس يهمنا جميعا، ونحب ناخد رأي عشوائي. جماعة قاعدين، سلام عليكم. يالا يالا، إذا كنت أنت ولا غيري ولا التاني ولا التالت ولا كل واحد طالع لي في برنامج توك شو ولا برنامج حواري لابس لي قفطان، واللي لابس لي بدلة، واللي لابس لي جرافطة، وهي دي آخره، ومش عارف أي. لا، أنت كراجل كانت آخر مرة كانت لحمة أنت، وإيه أسعار اللحمة؟ وإيه عاجبك الأسعار ولا إيه الدنيا؟ وأنا آخر مرة كانت في لحمة أنا مش فاكر، تمام؟ الحاجة التانية بالنسبة للأسعار، الأسعار بقت معدية جامد جامد جامد، ما بقيناش عارفين يعني نلاحم منين ولا نلاحم منين ولا نلاحم منين. طيب يعني من الآخر الأسعار بقت في الزيادة. طيب أنت شايف الأسعار دي منين؟ يعني من جشع التجار ولا من الجزارين ولا منين بالظبط؟ أنت شايف إيه؟ والله أنا ما أقدرش أحكم على إيه بالظبط، بس أنا بكون شايف كل واحد من كل حتة بيطمع في كل حاجة لنفسه. طيب ناخد راي جزار هنا يا جماعه بالظبط. انت شغلتك جزار، ايه اللي خلى اللحمه وصلت في السعر ده؟ والله انزل السوق بعد اذنك وشوف اللي انت، واحكم بنفس. طيب الاسعار بتبقى زياده منين؟ احنا عايزين نعرف مين المتحكم في زياده اسعار اللحوم. صل على النبي. احنا بننزل السوق دلوقتي، الفلاح لو العجل يجي 150 كيلو لحم بيحسبوا لك 150 كيلو في 130 جنيه بكام؟ يقول لك 16000 17000 جنيه. احنا ناخد نذبح، والجزار ياخد 200 جنيه 300 جنيه وما يلقاش مكسب فيه، ويقولوا لك العجم الجزار يعمل ايه؟ انت بتبرر لنفسك، انت عشان جزار مش بتاكل لحمه كل يوم، بتبرر لنفسك، انت ما تتكلمش. انت بناخد رايك، العيب في مين؟ الاسعار من فوق ولا انتوا اللي متحكمين ولا زياده الاستهلاك؟ وضح للناس عشان الناس. والله العجم يوم الجزار، الجزار مظلوم في كل حاجه. طيب ماشي. احنا بالنسبه انا دلوقتي بتاجر في المعيز والخرفان والكلام ده. لو نزلت السوق اجيب معزه كده تيجي 10 كيلو بجيبها ب 1200 جنيه او 1300 جنيه. طب انت شهاده حق قدام الجميع وقدام الناس، بتبيع كيلو لحمه بكام؟ ب 130 جنيه. والله ما بيجيب حق ب 130 جنيه، ولحمه ما تتاكلش، لحمه بقى لها 5 6 سنين وما تتاكلش. نخش على راي ثاني. اخونا اسمك ايه؟ محمد المصري يا باشا. محمد المصري، مصري، شاب مصري. اخر مره اكلت لحمه امتى يا باشا؟ انا اللحمه اللي اعرفه عنها ان هي بتتباع في المحلات، بس اوقات باكلها مثلا، ممكن اكلها لحمه حمير عادي يعني. انا ما اعرفش، ما بيجيش لحمه من عند الجزار وتروح تقطع والكلام ده، مفيش، ما بخش في بيتنا. لا ابويا اخر مره قلت له هات لي لحمه، ابويا جري ورايا ولابس اللباس وطلع في الشارع، يعني بصراحه كان حاله ما يقوس منها. الله يساعدك. يعني اخر مره قلت له انا عايز اكل لحمه. طيب ماشي، وناخد راي تاني. يا اخونا اسمك ايه؟ شرف اسمك؟ حسن. اخونا يقال عنه ان هو شغال صبي جزار او في المنه، ليه يعني في المنه وبيبيع ايه اللي خلى اللحمه؟ والله هي اللحمه ما قلتش، البني ادمين هي اللي بقت جشع. ازاي؟ يعني انت ممكن تروح تجيب البهيمه مثلا ب 9000 جنيه، عايز تكسب فيها 9000 جنيه. لما تاخد على قدك يا عم وتكسب على قدك. يقول لك العيب في السوق، ويقول لك العيب مش عارف في مين، ده العيب في الجزارين. طيب الكيلو اللحم يعمل كام مع الجزار؟ يعمل 80 جنيه. يعني 80 جنيه ويكسب كام عشان يبقى مكسب حلال؟ لما يروح يبقى ب 130 جنيه يبقى كسبان فيه 50 جنيه. كتير ولا مش كتير؟ يقول لك لا اصل اللحم غالي في السوق، اصل مش عارف ايه. انا راجل ليا في السيره دي وليا في الجزار، انا راجل بذبح، يعني انا راجل جزار وبذبح بهايم وبذبح. بتاخد كام على الذبيحه؟ يعني انت لما بتذبح عجل بتاخد كام عليه؟ 200 جنيه. يعني بتقعد تذبح، ياخد معاك وقت قد ايه؟ ممكن ياخد ساعتين. ماشي. نروح تاني لاخ تاني. اسمك ايه؟ تعرف اسمك؟ ماجد.
ماجد، اخر مره اكلت لحمه امتى يا عم ماجد؟ لا صراحه مش فاكر. مش فاكر ازاي يعني؟ مش فاكر الموضوع بتاع اللحمه. يعني انت اخر مره من زمان، يعني كام سنه مثلا او كام شهر او يعني؟ اخر مره كان من 9 شهور، كان ولادي بيقولوا لي هات لحمه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف ازاي. فرحت عند الجزارات صدم، رجعت تاني على طول وما اكلتش لحم ولا هاكل لحم. ليه بس؟ انا يمكن بصراحه الحاله دي انا عايز افهم، هو مش قادر مثلا، ولا هي غاليه عليك، ولا مش بمقدرتك، ولا ايه الدنيا؟ يعني انا مرتبي كام لما اجيب كيلو لحمه ب 130 جنيه زي الراجل ده ما بيقول؟ يعني هيعملوا بيها ايه يعني؟ 4 عيال ولا 5 عيال يعني امهم. يعني انت عايز تقول مثلا ان انت كده مقضيها فراخ، ولا ما فيش فراخ بالمره؟ يعني كل 6 شهور مثلا فراخ. كل كام؟ كل 5 شهور، كل 6 شهور مثلا. لا اله الا الله. طب انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، والله انت سالت علي، حقك علي، حقك علي وحقك. وده راي الناس وراي الجمهور، ومش عارفين نقول ايه بصراحه. مستمرين معاكم في الحمله، وفي هنا جماعه تاني اهو، في جماعه هنا تاني بيلعبوا دومنا وكده، عادي عادي مش عايزين يشاركوا، شكلهم بياكلوا لحم. احنا نفسنا نوصل الحقيقه للناس، وعايزين نقول عايزين خلاص الناس عايزه، حابه نتكلم في الموضوع، حابه نتكلم في الموضوع. اخر نتعرف باسمك؟ محمود. محمود، اخر مره اكلت لحمه انت؟ الاسبوع اللي فات ان شاء الله. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابد. لا الظاهر العمليه حلوه وجبته وقبطان والدنيا حلوه. محمود شغال ايه؟ في الشركه البطاره والله. يعني خالي شغل، امال بتجيب اسعار اللحمه دي منين؟ من عندي. احنا بنجيب حاجه ولا بنودي حاجه؟ ايه من عند ربنا. الحاج عنده كام فدان؟ يعني والله ما تعد راجل كتير. لا ده الموضوع كبير، الراجل ده من حقه ياكل لحمه يا جماعه. ده اخونا تاني اسمه كريم؟ خليفه يا باشا. خليف، اخر مره اكلت كان انت لحمه؟ يعني والله اللحمه متوفره حضرتك وكل حاجه موجوده، وربنا يخلي الناس الترايس والناس كلها مبسوطه ويعني نحمد ربنا. والله يا الدنيا ناقصه الرضا بس، الناس لو ترضى باللي ربنا يقسمه ولا اي حاجه. لا الراجل ده مرضي والدنيا حلوه معاه، ده بيلعبوا دومنا يا جماعه والدنيا حلوه معاهم، الناس دي معاها فلوس. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نتكلم هنقول ايه بقى في الدنيا دي؟ احنا وصلنا صوتنا للمسؤولين، وانا كوني صوت الشعب، وبرجع ان الحكومه تتدخل وتحل الموضوع. ونشكر القائمين على هذا العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم رجب العطار.